بواتس كوكينج اليوم راح يكون في تحضير لكذا شغله طيبه، واحده منهم هي فيجيتيريان برجر. جود مورنينج، صباح الخير. بونجور. كنت عم تقلي انه استوحيت شوي اليوم من الاكل الاسكتلندي. مزبوط. اوكي مزبوط. او اتليست التقنيات والمقادير وطريقه التحضير الاسكتلنديه يلي انا شخصيا هيك تعرفت عليها شوي، واي ثينك اتس شيء كثير طيب وشيء عن جد انترستينج. وبذات الوقت في كذا شغله رح تحضرها اليوم، في البورج تبع امبارح لانه لاسباب اداريه ما لحقنا واخباريه ما لحقنا نخلص، فكمان رح نخلي المشاهدين يشوفوا كيف رح ينتهي البورج. ايه نظرا لبس المباشر امبارح ما قدرنا نعمل، عملنا البورج البردي، رح نعطيهم فيرسيون ثانيه اليوم يلي هي البورج المضبوطه السخنه اللي بتنعمل. عملنا تشوكليت بورج، رح نحط بقلبها شوكولا هينه وسريعه وطيبه. رح نعمل اكيد برجرز، عندي الفيجن برجر وعندي الفيجيتيريان برجر، رح نعمل ميني برجرز، رح نفرج الدو فيرسيون لانه كثير قراب لبعضهم، وحده فيها بارميزون وحده ما فيها بارميزون، وحده بالسوفت بان وحده بالسيريال بان. يعني كل شيء رح يغير هو بوجود جبنه وحليب، جبنه بالبرجر او حليب بالخبزه، لانه الفيجن يعني المفروض ما لازم يكون في ولا اي مشتقات حيوانيه. صح، حتى الميت يلي رح نعملها رح نسميها الميت. الميت اكيد الميت. عم نروح على من الأوت. باتي رح نقول باتي، رح تكون باتي مؤلفه من الاوت، من الفاصوليا، من العدس، من البصل، من الكزبره. أوكي. رح تكون بيور فيجن. هيدي رح نرجع نحطها وجه البارميزون، رح نحطها للفيجيتيريان يحبوا اللي بيحبوا هيك عاملين لها تويست صغيره يعني. يعني بيزيكلي نحن اليوم الاوتس هن رح نشتغل عليهم بالتو ريسيبيز. اوكي اوكي، هلا رح نحط بالاول، رح فوت بس البطاطا الحلوه على الفرن على السريع لنلحق نشويها، حط شويه زيت زيتون عليها. البطاطا الحلوه هي رح نعملها بديل للفرنش فرايز، تتقدم حد هالميني برجرز، شويه بلاك بابر، شويه ملح. شو بحب هال سويت بوتيتو، يعني اتس جود، طيبه طيبه كثير الحلا تبعها، طيبه تكستشر، هيدا كثير مفيدة للصحة. مزبوط، كثير مفيدة. مزبوط، يعني كل شيء اندر ريتد لأنه عندها نكهات غير شكل، نكهتها روعة، وكل شيء بيطلع اندر جراوند معروف إنه غني كثير بالفيتامينز، يعني لأنه الشمس ما بتضربه كثير، مشان هيك كل شيء البصل الثوم فيهم طعمات كثير، فيهم فيتامينز كثير ومينرالز وألياف. مزبوط. أوكي هلا بدنا نعمل الباتي. أوكي بدنا نحط الفاصوليا بالأول، ريد كيدني بينز نستعمل، أو فينا نجيب البلاك بينز، نستعمل كمان البلاك بينز. أهم شيء تكون عم نستعمل، ليه عم نستعمل هل راد كيدني بينز؟ لأنه كتير غنية بالنشا، مشان هيك بتعملنا معجونة، بتصير معجونة، مشان هيك بيصير فينا نشتغل فيها. العدس كمان غني بالفايبر وبالحديد. يعني بعتقد من صعوبة تحضير باتي فيجيتيريان لبرجر هو إنه ما نوقع بمشكلة الفلافل. Exactly. طعمة الفلافل. صح صح على طول، هيدا طعمتها كومبليتلي بعيدة عن الفلافل، مع انه فيها كزبرة وفيها بصل، بس رح تكون طاغية أكثر طعمة. رح نحط فيها شوية كاري، رح نحط فيها شوية صويا، رح نشتغل بهال بهالتو ايتمز لنبعد شوي على طول عن طعمة هالفلافل، هالريبيتيسيون بالطعمة. هلا مثل ما شفت دعكناها مزبوط، بس ندعكها هيك هالقد ايه، نتركها شوي فيها تشانكس لانه بنرجع ندعكها بالايد، بنضيف فوقها الاوت. اوكي بدنا كبيتين الاوت نحطهم فوقها، ندعكها بايدنا مزبوط. مثل ما لاحظت ما حطيت البصل والكزبره هلا لانه ما فينا ندعكهم بقلبها، بس ندعكهم بقلبها بيظهر البصل الزوم منه ما بعود ما بتصير بيعطي طعمه منها كثير طيبه. رح نحط الصويا، رح نحط البهار الابيض، كاري، شفت حطيتهم يعني بكميه كثير صغيره الكاري، ما عندي لانه منه اساسي فيها هو، بس الكاري رح يطعم يعني رح يخدك على هيك نكهه معينه، نكهه معينه بس انديركت ما بتحس فيها كثير، منه مين، منه اساسيه. رح نحط لها كمان رشه ملح اهم شيء بقلبها، بننتبه انه فيها صويا بس نوت انف صويا لتكفي لهالملح هيدا، بس ندعكها هيك كليتها سوا، بتحس انه بلشت تمسك مزبوط على بعضها. بدنا نحط لها شويه زيت زيتون لكن تما تفرط بالنتيجه هالفتره، لما تفرط مزبوط مشان تترك شويه، بدك تحط لها لانه انتبه الاوتس رح يلعب رول انه بده يمتص هالسوائل اللي موجوده بقلبها. اوكي مثل ما بنحط مثل ما بيقولوا بنحط الكعك بقلب البرجر تيسحب الفات، لانه ضروري يكون فيها كعك ليتها هالفات كله ما ينزل منها للبرجر، يمتص الفات ولما تكز معنا البرجر.
مثل ما لاحظت هلا صرت عم قلبهم تقليب بالايد، يعني ما بدي هالبصل يندعك فيها ويظهر هالزوم منه. هلا صار عندي هالمعجونه، هلا هالمعجونه شويه طريه بدها تتقرص وتنحط. هلا رح افاجئ المشاهدين كيف تتقرص وتنحط بالبراد، ترتاح على القليله ساعه تتصير كلها لقطه بعضها مزبوط. هلا رح نفرجي المشاهدين، انا اوريدي محضر يعني عامل مقرص تقريبا بحدود 6 حبات، عايزين 6 حبات اليوم لنستعملهم. ندعكها هيك بنشيلها تقريبا القله بحدود يعني كمان اذا عم تشتغل برجر سمول باتي او بيج باتي مزبوط 50 جرام okay. اذا بنعملها كبيره يعملوها 150 جرام 150 جرام تدل تصير فيها سمكه. صارت بول بنكبسها هيك مزبوط اوكي وبنحطها بالبراد لتركها ترتاح لنقدر نستعملها. صار عندي هالبرجرز بس ضروري نحطها بالبراد ليرجع النشا يشد لما تفرط معنا وقت اللي نكون عم نقلي اوكي اوكي. هلا اشيل هالغراض. This is done. هيدي دان. هلا بنحطها بالبراد نريحها. ناخذ يلي اوريدي انا مقرصهم مرتاحين هلا انا عندي هون حبيت البرجر جاهزين هول اللي تبردوا هودي يلي تبردوا أوكي. صاروا عنا ردي فينا دغري نبلش نستعملهم. رح تشويهم ما هيك او رح اكيد رح نعملهم يعني... رح نعملهم بان بان أوكي. بان فرايد اوكي لذيذه هيك سريعه فينا نرجع نحطهم بالفرن كمان ما بيأثر عليهم. بنحطهم تقريبا بحدود الخمس دقائق اذا بدنا بعد اكثر نسبين. هي اوريدي مستويه الخبريه معنا ما في بروبلم بس بهمني اعطي كراست لما نكون عم نعملهم على الجريل مثل البرجر. هلا تننتقل على البورج. البورج انا حاطط هون مي على النار اوكي بدي تقريبا للقوت. هلا اذا بحبوها كثير رخوه فيهم يحطوا للكبايه 3 كبايات اوكي. انا هون حاطط للكبايتين 5 كبايات يعني تقريبا قرب لبعضهم. بنحط لها سكر اسمر على طول القوت بس بده ينطبخ على النار بده ينعمل بالمي مش ينعمل بالحليب لانه بيجبل معنا. رشه ملح على طول وملح اساسي فيها بيعطي شوي هيك طعمه منيحه فيها بيكسر الملوحة لأن نحن ما بدنا إياها تكون كتير 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 سويت هال هال هالأوتس يعني لأنه هيدا ديسير فيك تقول ترويقة أكتر مثل ما حكينا مبارح. لك عم فكر بال قمحية هلا أوكي قمح غير أوت بس كمان من هالسيريالز مع السكر مزبوط رح ينفخوا شوي هلا مزبوط بس ينفشوا مزبوط بتشوفهم يعني بينفشوا ضربة ثلاثة مشان هيك تقريبا أوكي. بيعدلوا بعضهم بس بلش تغلي هلا معنا تنفش مزبوط بس نحسها انه بلش تعقد تقريبا التكستشر تبعها مثل الريزوتو بتصير ساعتها بنضيف الفليفرز اللي نحن بدنا اياهم اوكي اوكي. مثلا اليوم انا حاطط عامل ملتد شوكلت رح نحط بقلبها الشوكلت بس تخلص نرجع نسكبها بقلب الكاسات. هلا مثل ما شفت دغري بلشت تنفش بلشوا اذا لاحظت يسمكوا بلش يسمكوا مزبوط. هلا رح نشيل الشوكليت خليها على فرنمال تنبلش نقلي ال عملها باماري تنبلش نقلي هلا حبيت ال ياخذ هيك نايس تكستشر مزبوط بيوتيفول. هلا رح نبلش نحط هل ولا طلع شوية مي بلش نقلي البرجرز. هلا انا للبرجرز عامل حاطط لهم حلو انه الجارنيتور تبعها شو عامل شويه افوكا مهروس مع شويه حامض بس شويه كزبره نكزه صغيره ملح بهار ابيض بس بدي اياها بس افوكا مهروسه ما انا عم بعمل بوكا مولا بعمل بس افوكا مهروسه الحامضه شوي صغيره بقلبها بس لما يسود لونها لما يغير لونها. هيدي كل الخبريه بدنا اياها لانه ما بدنا طعمه الحموضه تطغي على الافوكا. بنحط زيت ننتبه على اكيد حبيت السويت بوتيتو بالفرن روعه هون عم يحمى الزيت. هلا بنجيب لهم سباتول بدنا كثير ننتبه عليهم لانه الزيت لازم يحمى
مظبوط لما يعلقوا معنا، يعني لما يلزقوا معنا على المقلية. لاحظ البوريج إذا شد، بنخفف عليه لأنه النار قوية، بنتركه بعد شوي صغيرة، يعني صار كتير قريب إنه نشيله. شفت إدي خبريتنا سريعة بالبورج، لأنه كل ما تركناه على النار كل ما رح يشد أكتر، رح يكتر هالفوليوم. هلأ رح نبلش نحط حبيت البرجرز. لاحظت إدي صارت أقسى من هيديك، يعني ليه؟ لأنه رجع هالنشر شد فيها مزبوط. روعة، تعقد. أنا هيدي محضرة الصبح، صارت لقطة مزبوط هالقد بدنا إياها، بيرفكت هيك. رح أحط 7 حبات، أنا رح نعمل 6، بنعمل واحدة زيادة على القد. هلا البورج تركينه تقريبا رح نقدر نشيله هلا، يعني بعد 1 مينت لازم نشيله تنضيف عليه هالشوكلت. هلا انا هون محضر مثل ما حكيت، عندي الافوكا وعندي الروكا يلي هن الجارنيتور، عندي الشمندر كمان يلي بدنا نستعملهم للبرجر، مثل ما شفت عندي الخبزات السريال يلي هن السيريال بريد رح نستعملها للفيجن برجر، والثانيه يلي هي رح نستعملها البان السوفت بان العادي. يعني هذا الخبز اللي معمول بدون حليب اتس فيجن بريد. صح. اوكي، ما فيه زبده، ما فيه شيء من مشتقات الحليب. البرج لازم نشيلها، افتكر خلص انا عفنف. روعة. هلا رح نضيف عليها الشوكلت دغري مثل ما هي هيك، نكب الشوكلت فوقها، بنقلبها مزبوط. واو، روعة. يعني اجمالا الاسكتلندية بحبوا يشبعوا على البرد، ف أكلهم هذا بيرفكت غني لأقول فترة الشتاء. هيك بالنسبة عن الأكل الاسكتلندي، عم نحكي عن الأكل الاسكتلندي، يعني نحكي عن الأكل الاسكتلندي بتقول إنه إيه، طب شو عندهم أكل؟ إنه بشو مشهورين؟ صراحة الاسكتلندي الهاجز هي أكيد معروفة كتير، معروفة عندهم بس مش بكل دول العالم، بس في عندهم 2 آيتمز بفتكر أعلى كونسامشن بالعالم موجودة تاكل من ورا هالتو آيتمز، يعني هن السكوتش سالمون والبلاك انجوس بريد. بلاك انجوس هو سكوتش منه امريكاني، لانه كل العالم بفكر انه امريكاني او استرالي اللحمه الكاتل، هي لا، هي الاصول من ابردين شاير من اسكتلندا، من هونيك شو بيقولوا انتشرت على العالم هاللحمه الشهيره البلاك انجوس. وتخيل يعني قد ايه ما في بلد الا ما بيستعمل بلاك انجوس ميت، بيستعمل السلمون. والهاجز روعه روعه روعه. رحنا خصوصي على مرحمه صغيره لندوق الهاجز اللي بتنعمل المضبوطه من الكوميرشال، يعني كيف كانك طالع على الضيعه عم تجيب لحمه بلديه، رحنا دقنا هاجز. سو هاجز اللي عبله يعرف شو، رح شبههم للفويرغ، اكيد الطريقه مختلفه بس هن المصارين محشيين. هلا اخذتهم مع بلاك بودينج او لا، مع الدم مع مع اخذناهم مع البلاك بودينج، اخذناهم على الاصول. اوكي اتس جود، لانه روعه. بعرف الفكره صراحة. الفكره غريبه بس نحن بلبنان ناكل كمان اشياء هيك شوي بيستغربها البعض، ف سي بون. لا طعمتها طيبه كثير، بده الواحد يتقبلها بالاول تيدوقها، بس وانس يدوقها كمان مخلوطه مع القدس، يعني هي المعده كلها بتنخلط مع القدس، بيتحط لها التوابل، يعني قريبه شوي نحن عندنا مثل المقانق اللي بنعمله. يلا افوكا هيك. سو ما دام مستعمل مايو او ماسترد او الى اخره، الافوكادو بيست رح نستعمل الباربيكيو شوي صغيره، بس اكيد ما باربيكيو بس، ما بدنا اكثر نكزه صغيره هيك تنزيد هلا سيزون مون فيها. حبيت الافوكا بشهو بعد عندي. هلا البرجرز خلصوا على فكره، ما بقى عندنا مشكله فيهم، قلبناه هون، روعه صاروا مثل شفتهم، طفي تحتهم، صاروا جريل، طفي تحتهم. ايه قصتنا سريعه بالبرجرز. يلا حقربهم لحد لهون تدغري
نسكبها هيك بنخلص البرجر على السريع تننتقل نسكب كمان البوريج لانه البرزنتاسيون تبعها روعه تعقد. حط اللحمه مثل ما بلاحظ مسمكينا مثل كانه عم نستعمل البلاك انجوس هيك فيها سماكه لانه انبسط بالتكستشر. بالنهايه البرجر لما ناكل برجر عم ناكل المين ايتم هو الباتي مش الجارنيتور يلي عليها لانه بتطلع بعد الوقت صح بتشوف انه حاطين بندوره بحيلا برجر بندوره اسمك صح من اللحمه. طب نحن حابين نستطعم باللحمه ما بدنا ناكل صنف اللحمه مش البندوره. يلا هون رح نحط شمندر حبه هيك الالوان قدها حلوه مع بعض اثنين خلصنا. بدنا نحط عليها شويه روكا باربيكيو صوص نسكر عليها تكون صارت روعه. رشه باربيكيو صوص صغيره هيك ما بدي كتر مثل ما عم بحكي شوي صغيره ما بدي روح طعمه هالباتي لانه كثير بتشهي طعمتها. روكا ما تنسى الجبنه على صح على البرجرات الفيجيتيريان مش الفيجن صح رح نحطهم على الفيجيتيريان شويه بارميزان هيك مثل ما شفت عم حط تشانكس ما بدي كتر كثير. روكا كمان عليها روكا يلا دان خلصنا. هلا رح نقلهم على الخشبات تبعهم رح نحط الاغطيه حلوين very nice. رح نحطهم دغري على الخشب هيك بكون السويت بوتيتو كمان خلصت. ايه بلشت تنشوي مزبوط. شفت قد هيك عاليه فيها شو بيقولوا بتحسها فيها فاليو يعني مش معموله برجر مش معروف شو فيه. هيدا الروكا الارجولا هيك الاوروبيه اللي بتجي غير الروكا تبعيتنا صح بتجي ارفع طيبه البيبي روكا مثل ما معروفه هون نحن بنسميها. لازم نزرع منها كمان اكثر حرام نستورد هالامور لازم نقدر بصراحه بلش ينزرع منها هلا بلش ينزرع منها بس بعدها ما عم تعطينا الزيت الجوده اللي هي يلي هي سيم عم تجي من برا. يلا هنا خلص البطاطا الحلوه خلصت تسكب البوريج بدك اسكبه تما يجمد كثير ايضا بفتكر هلا صار روعه. يلا خلينا نسكبه انا وياك قال ريحته بتشهي يعني فينا نعمل نستعمله بديل للكورن فليكس للصبح اذا عندنا اكيد اطفال بالبيت فينا نستعمله للولاد هيدا لانه بوستر لكل النهار بيعطي انرجي طعمته وحتى طعمته روعه. يلا سو هلا رح نشيل كمان البطاطا الحلوه بدنا ريحتها بتعقد نقطنا على الخشبه. يلا هلا نشيله وهول جريت صاروا جاهزين هول بطاطا خلصين سويت بوتيتو مثل ما لاحظت هون سكبناه هون هلا رح نحط على وجههم شوية من الألموند ميلك يعني لغدا صوم بعتقد انه it's very special عن جد شو هيدا؟ بنحط ألموند ميلك على وجهها شوي صغيرة هنا عادة بحطوا حليب نحن رح نستبدل الحليب بالألموند ميلك نحط شوي صغيرة زيت الكمية هلا برضه منه فيجن اذا الشوكولا ما كان يعني اذا الشوكولا فيه لا هلا هذا تقريبا فيجيتيريان منه فيجن أوكي. اكيد أوكي. بس انه حطينا الالمند ميلك بعد هيك احسن. رح نحط الفريز القلوبات على الوجه هيدا اول بلا خلص رح بعد عنا نسكب البطاطا بنكون خلصنا هال تو بليتس
عندي شوية قلوبات بس أكيد قلوبات مجففة. أوكي كمان مور أنرجي. حطهم هيك على الوجه. مش مقلية ومش مملح. أبداً أبداً أبداً. نرجع منحط حبيت هالفراز هيك على الوجه. هيك بيكون صار عندي هالأول طبق جاهز. بدال في عندي السويت بوتيتو نزيدها على البرجر. خلصنا. شفت البطاطا الحلوة ما بدها كثير وقت، لأنه البطاطا الحلوة بعكس عن البطاطا يلي نحن بنستعملها، لأنه ممكن تقدمها بعد شوي من جوا فيها هالقرشة. أكيد مش هالقرشة النية، بس لازم يدل فيها شوي قرشة، ما لازم تصير أوفر كوكت معنا. هيك حطهم. Very nice. صار عندي هالكومبينيشن الحلوة على هالخشب. واو هودي بلايان صاروا جاهزين لليوم. أنا محظوظ شفت هالتحضير كله بهالفقرة السريعة. Thank you chef. مرسي. Beautiful. Looks good. I'm sure it tastes good. نحن رح على هالصورة على هالصورة الحلوة رح ننهي فقرة What's Cooking لليوم. شرب الصافي. Thank you very much. ميرسي لك علي. Next سانتي مشاكل وكسر الورك. خليكم معنا لنخلص نهارنا سوا.